أورد ابن كثير في تفسيره قال: حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق فيموت أهل السماوات والأرض، ويجيء ملك الموت فيسأله ربه وهو أعلم من بقي، فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة العرش، وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل، وبقيت أنا. فيقول الله: اقبض أرواح حملة العرش، واقبض روح جبريل وميكائيل وإسرافيل، فيقبض ملك الموت أرواحهم. ثم يسأله الله جل وعلا وهو أعلم من بقي، فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا. فيقول الله له: أنت خلق من خلقي، اقبض روحك. فيقبض ملك الموت روحه. فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار، كان آخرا كما كان أولا، طوى السماوات والأرض طي السجل للكتب ثم دحاها، ثم يقول: أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الجبار ثلاثا. ثم هتف بصوته: لمن الملك؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار.